بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن طريقة تحويل ملف البي دي اف الى ملف وورد. الطريقة دي ما بتحتاجش اي برامج، يعني بيتم تحويل ملف البي دي اف لملف وورد مباشرة. كل اللي تحتاجه هنا هو وجود مايكروسوفت اوفيس 2013 او اعلى، وهو اللي فيه امكانية تحويل ملف البي دي اف الى ملف وورد. ادي ملف البي دي اف، ملفين البي دي اف اللي انا هحولهم الى وورد. نفتح الملف الاولاني، افتحه كده ونشوفه. هنلاقيه ادي الملف الاول، ملف بي دي اف اللي هنحوله، وادي الملف التاني اللي هيتم تحويله برضو. تمام، تحويله الى ملف وورد. كل اللي احنا هنعمله هنيجي على ملف البي دي اف وهنعمل رايت كليك. هنختار اوبن ويز، وهنيجي هنا هنختار وورد. طبعا لو كان وورد 2013 هيبقى وورد 2013. انا عندي هنا وورد 2016 فهختار وورد 2016. هعمل كليك عليها، هيتم مباشرة تحويل ملف البي دي اف الى ملف وورد. هنا هيسألك وورد will now convert your PDF الى ملف وورد document، وممكن ياخد وقت. هتقول له طبعا اوكي. طبعا هو مخدش وقت ولا حاجة. هنا بتقول enable editing، وطبعا خلاص اوكي كده. كده اصبح الملف اللي موجود عندي كده اصبح ملف البي دي اف اتحول الى ملف وورد. ده الملف اللي احنا فتحناه من شوية. طبعا تقدر تعدل زي ما انت عايز في الملف، خلاص اصبح ملف وورد قدامك. يبقى ده الملف الاولاني اللي احنا حولناه دلوقتي الى ملف ايه، الى ملف وورد. الملف التاني اللي هو ده، اللي هو ملف البي دي اف. طبعا ده ملف بي دي اف مقدرش ابدا اعدل فيه. هنبدا نحوله لملف وورد بنفس الطريقه. هعمل رايت كليك، هختار اوبن ويز، واختار وورد 2016. طبعا لو انت مش عايز المسج دي تجيلك تاني دونت شو ذس مسج اجين، اوكي. طبعا مش هتجيلك تاني الرساله دي. طبعا بيتم تحويل على طول ملف البي دي اف الى ملف وورد، وبيتم تحويله على نفس الكيفيه اللي كان عليها ملف البي دي اف. يعني ملف البي دي اف بنفس الصورة بالظبط اللي كان عليها ملف البي دي اف، بتحول ملف ايه البي دي اف الى ملف وورد. طبعا هنا تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. ده ملف الايه اللي هو البي دي اف اللي تم تحويله الى ملف وورد. ده طريقة تحويل ملف البي دي اف الى ملف وورد باستخدام اوفيس 2013 او اوفيس 2016 او اعلى من كده. اتمنى ان يكون الطريقة دي مفيدة تستفيدوا منها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.